استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة منهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أكمل الدين إحسان أغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي والسيدة لويز موشي كيوابا سكرتير عام المنظمة الدولية للفرانكفونية والسيد ميغيل موراتينوس وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة والدكتور محمد بن عيسى وزير الخارجيه والثقافه المغربي الاسبق، والشيخه مي بنت محمد ال خليفه رئيس مجلس امناء مركز الشيخ ابراهيم بن محمد ال خليفه بالبحرين، والسيدة امينه محمد وزيره الثقافه الكينيه السابقه، والسيدة ساميه نكروما والدكتور مفيد شهاب والمهندس هاني عازر والسيد محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب المصريين، وذلك بحضور الدكتور احمد زايد مدير مكتبه الاسكندريه. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بأعضاء مجلس الأمناء مؤكدا أهمية الدور القيم الذي تقوم به المكتبة في نشر وتعميق المعرفة والعلم كذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي بما يدعم الحوار بين الحضارات ويعمق الفهم المشترك والتعايش بين الشعوب ومشيرا إلى أن إدراك أهمية وثراء التنوع البشري وتكريس مبادئ المواطنة هو لحماية النسيج المجتمعي كما شدد السيد الرئيس على حرص الدولة على أن تقدم المكتبة أفكارا وأنشطة مبتكرة وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات الثقافية الهادفة إلى رؤى مبتكرة وفعالة لدعم الشباب والنشأ ومن جانبهم ثمن أعضاء مجلس الأمناء الدعم المتواصل الذي يلقونه من الدولة لضمان قيام المكتبة بدورها الثقافي التاريخي لتحقق أهدافها كنافذة لمصر على العالم ونافذة للعالم على مصر وثقافتها الثرية وتاريخها الممتد كما شهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول الاوضاع الدوليه والاقليميه حيث اشاد مجلس الامناء بالدور المحوري الذي تقوم به مصر لاستعاده الاستقرار بالمنطقه ولانهاء الحرب في غزه وادخال المساعدات الانسانيه لسكان القطاع ومن جانبه اكد السيد الرئيس حرص مصر على وقف نزيف الدم بالقطاع والاسهام الايجابي المتواصل في دفع جهود تسويه الازمات بالمنطقه مشددا على ان ترسيخ ثقافه السلام يعد عنصرا اساسيا لمستقبل اكثر استقرارا وامنا للاقليم والعالم